انا شفتي هتقولي الكلام مزوق وبعد كده تغمسه بالسم الهري اللي يهري بدني. يا بنت امشي، انا هنا سيدة القصر. سيدة القصر قلبي كده بدل انا ابتدى عشان تسمعي كده. سيدة القصر امشي يا قصر وسك. بقول لك ايه يا امي، انا هسيب لك سيدة القصر واغر من وشكوا خالص. امشي. مشيت. ما مشيتش قدامك الصدى دلوقتي. مشيت خلاص والله. الحرمية دي مشيت. انت عارفاني دي حرمية؟ وهي مشيت خلاص. ما تسمعش حاجة تحت يا تاتا. ما تسمعش حاجة تحت تتكلم يا كان. مساعد يا إكرام ومليح بالكلام. إذا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه إيه؟ اللمبي. أه. اللمبي. يا حبيبي يا لمبي. أهو. جايب البسبوسة وجاي أهو. يعني ايه يا عمده انت عايزني ان انا اطلق مراتي على اساس ان جالك خبر ان اللمبي اتقلب من زوديك في الطياره ولا ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. صدق الله العظيم. يا منافق، انت منافق، انت بمنخرين انت. ما تخلص يا قلق، احنا هنقضيها بقى محايله عليك طول اليوم ولا ايه؟ خلص. ما ترمي يا من الطلعه يا والي. الله، مش هطلع انا يا جدعان. يا جدعان في شر مين؟ خليك معايا انت بوحدك ده. في شر مين ده؟ ولا في انهي فله بيحصل الكلام ده؟ اطلع مراتي ليه طيب؟ يمين بالله لو ما خلصت لا مؤاخذه دراعك بس يا جنب المامور لا اكون مفرغ الفرفر ده في دماغك. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا عمدة. لا يا رب كل حاجة توقف عنك وما تشتغلش. طلع. ربنا يتقن يا اخويا ويبتليك بمرض يخليك تتنطط في الارض. طلع. مع اني زعلان منك وانت غلطت فيا بس برضك اني. ايوه. انت ايه؟ ديوس. صح؟ انت ديوس؟ ولا ايه؟ انت قول ورايا يا ولد. قول ايه؟ زوجاتي. فتحية بنت حسان طالع مني. ربنا يتقبل منك يا عم حاجة. يا خد من الحال ربنا يكبر وشوك يا ابو سلام يا حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. دي جاز اشتادك يا بنتي يا قادر. ايه؟ ماني لازم انا اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتي. تحصلي بيه عشب ابليس في الجنه. اخصى عليكي. ما تحكي لنا يا بنتي يا فتحيه ايه اللي جرى بناتكم؟ مش هحكي حاجه، خليكم كده على بعض. بقول لك يا بنتي يا فتحيه، ما عندوش ابن عم، ابن خال، اخ، ده انا حبيبتك. لا يا اختي، بقطع بيت شجر. ايه؟ طب خليه يشوف لنا ثلاثه فنديه اصحابه يكونوا نفس القطعيه. او النبي يا بنتي يا فتحيه لحسن انا خايفه ابوه. يوه صعبتي عليا يا بنتي انت وهي. هكلبهولكم بس على شرط يكون شبهه، كلامه مسكر شهد مكرر. ايوه ويكون وشه زي وشه بالظبط. حاكم هو وشه عامل زي الفطير المشلتت. لك عليا اعمل لك عروسي من عين كل اللي شافك ولا صلوش على النبي. ويكون في طوله وفي عرضه. ايوه. اذا كان كده يبقى هتستنوا كتير من غير جواز. حاكم سليبي مفيش بينه. انا عرفت رايح فين يا سليبي؟ مش داخل الدهر؟ لا يا بنت الناس، انا ما ينفعش اخش الدار خلاص، يعني هيبقى علاقتنا حرام في حرام. ليه كف الله الشر؟ انت ما بقتيش تحليني خلاص. يعني ايه؟ واللي حصل امبارح في ليله الدخله؟ امبارح كنت تحليلي، انما النهارده ما تحليليش. تحليليش؟ بالك يا سليبي. لا انت طلعني مني يا حبيبي. طلعتني؟ انا كنت هتهدي بالسلاح. عاجبك يا بوبيتي وهي عينيكم بنورك؟ يا لهوي يا بشبتك يا فتحيه يا فضيحتك يا بنتي يا فتحيه. والله انا وافقت بس كده،
نستنى بس وفاتن عشان هو عشان افكر بعد كده هعمل ايه. انما انا مش هسكت والمصحف ده هسكت بقى. انا هوضع في البلد دي، انا هقطع الشجر بتاعه واسد واسد الترعه وهموت الجاموس اللي في قلب المنطقه كلها. اظهر لي وشي يا حمزه وريني شكلك عامل ازاي. يا ولد انت لسه عندك تعمل ايه يا ولد؟ انا كنت بندعي على بتاع العيش. ايه؟ لا غور يلا. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا حمزه. غور. وحياة امي اللي حاطينك في الطوب. يلا يا مجنون. غور يلا يا مجنون. غور يا دكداهيه. ايه يا قمر؟ ايه الحلاوه دي؟ انا خايف عليكي من عيون الناس، هتاكلك اكل. ما تخش جوه. اخش فين يا عبد؟ خش جوه معلطي نفسك كده وجهزي، ها، وتغندري وجهزي الليله بتاعتك دي ليلتك. ليلتي يا عروسه. يا عروسه يا بس يا قمر يا ناس قمر قمر. البنت دي وزه. وزه ايه يا عمده؟ دي بطه. انت مال اهلك انت؟ انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسه في البقره في الغربه ورايا يا حمار. وكأن القيامه هتقوم يا رجاله. يطلقكم مراتك بالقوه. حقها بالطرد وسمعودي. طب ايه عند الحاجه؟ وانت كنت شويه مقضيها لي الغاز. اللي بالطرد وحلقوه ده؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار. خليني طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوه الا بالله. واكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ انا عارف شكل شيخ البلد. انا لسه جاي من الكفار وعارف اشكالهم عاملين ازاي. ده شكل الكفار. ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا يا رجاله. طب وهنعمل ايه يا اخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافيه لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمده. والله العظيم هفرقكم على العمده ده. هخلي وجه الارض كله يتفرج عليهم على مرنطه كده في قلب الارض. هتشوفوا. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف الذنب هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيده زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد نجمنا وحسن ابو خد كبير. ونيجي نطربعها بقى عليها هنا في قلب الارض. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زينب؟ لا حول الله يا رب. الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه؟ انت احسن حاجه تطخ عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه على الزعيم. الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم؟ أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزه اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي. اعلانات؟ ما دي. وايه صوت الميه ده؟ هي بتحير تعمل بالميل يا رفع حوت؟ اسمها عواطف. نكتب وانا عايز اعرف اسمها تتحرق. وده ايه ده كمان؟ بقول لك ايه بس الواد الزعاف ده من هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ امال لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ تجردتني يا هانم من كل اختصاصاتي. يا راجل اجري انت كلك على بعضك جريده. يلا انت انا هنا سيده القصر. يلا. قصر حقك يا خدامه. بقول لك ايه؟ خدامه بس بشرف. بص شرفك والنبي اديلك ساعه على الدائري بين بيننا شرف ولا غيره. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وادعي عليك بايه وانت فيكي كل العبر؟ بصي 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 بتشتمك بتشتم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول؟ اخرجي عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البنت. لا ابو النبي اتخرجي يا ميدة ساعه اكل عيشها ليه؟ دي غلبانه. ودي ست برضك خدامة يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلبة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ انت وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا دوكر. اسم الله عليك يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ اه. انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت يباطك. ان شاء الله تهرب من وسخاريخ ودانك. وتبقي مجنونة في العربية التست. مش عارفه هتموتي مني ليه؟ مولعه ليه؟ ها؟
انا واثقه من نفسي ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها. لا ياخدوا اجيب مرايه دي المرايه دي وحسين يجيبوا نفسهم حلوين وانا بعرفين قدامك. وانا هنا سيدة القصر. قصر حقك. يلا يا اخي يكسروك على الدائري ما يلاقوا فيك حته. خلصتي؟ طب انا ليه عماله افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي. والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني ايه اختي يعني جاي من الشانزليزيه اسم الله؟ ما كانش جاي ده كان بيتنطط من الاتوبيس لتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه وعمال يشم في ريحه ده ويخش بمناخيره تحت الباب ده. مفيش مية يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرق. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ده المزاج؟ النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم يروح رافع باطه والمره تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص كفايه يا قطط قرفتيني. انا خلصت الطماطم اهو. خلصت ايه؟ الطماطم؟ اسمها قوطة. قوطة؟ اسمها ايه؟ قوطة. قوطة. قولي ورايا قوطة. 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 ايوه كده. خلاص؟ خلاص. اتفضلي. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايله قوطة. يا اختي هو كلام نسوان بعد ما المطبخ وبقى نتكلم في ايه؟ خلاص هي دي؟ قطقطة. بس كده حلوة أوي. حلوة؟ أيوة. ميرسي. بس هاتي بقى الفرخة. أهي. بركة كده وبركة كده. طب والصدر؟ ما أعرف صدر بقى. زي الفل اهو يا مرد عجيان. لا قطط انا ما اقصدش صدرك، انت تقصد صدر الفرخه. ما ايوه يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب انت عارفه الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبه بلدوج. كلبه البلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت. سام عليا كلاب صغيرين بلدوجات ورحت خدتها وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلاه النبي وبقى فيهم واحده مكتوبه دلوقتي. كلبة ايه يا قطاطة؟ انت بتشتغليني؟ انا هموت واعرف انت بتش. انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بنشوفها وبتشوفي ناس غريبة. بتشوفي ايه انت؟ يا اختي انت تفتكري هنتكلم في ايه؟ انت تفتكري ان السؤال في عدد المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ يقعدوا يتكلموا على دي ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما وتبص تلاقي المرة من دول سامح الكلب جربان وتقولي في احسن مني. هي كده كلام نسوان تعملي ايه؟ يا قطط انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي الليمبي ده مش هياخد مني في حاجات بيقعوا. بصي جاي اهو بيشاور عليا. هذا يا ولد هذا يا ولد. الحب مش بالعافيه. فترجفي للمهجور فما بتترجفينيش أميلا. هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي؟ الله بغنمها أمثال الإمام. تقطير على بيبان اسمان ساتر يا رب. يا عيني عليك يا حبيبتي. يا دي علوان فين الزفه يا ولد؟
ايه يا بلد؟ مش هتزفوني ولا ايه؟ بيان هام، مش عايز اسمع هسه دبت نمله زقزقت عصفوره، ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقره تنعر، خصوصا في الليله المفترجه دي. فاهمين يا حوش؟ هو فات حوش يا عمدي؟ انت الحوش يا غبي. بطايه. فاهم يا عمده؟ فاهم. غرقتك ده يا فمك. نور يا الله. انت يا اختي بتتحسوك ليه يا بنت؟ انت روح امك، انت مش قلت لك تخلصي من زمان؟ حاضر يا عمدي. يا اخويا انا عايزه ايه؟ لا صحيح، في ايه يعني؟ تعالى يا عم. وطي صوتك. طيب ايه؟ ايه بالراحه بالراحه. ايه ده؟ خير يا نور عيني؟ خير يا راجل، مالك؟ في ايه؟ لا يعني اصل الزفه خلصت وانت كلك نظر، يعني بعد الزفه ايه الاجراءات يعني؟ انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيله؟ في ايه تاني؟ وانا يعني هجيب العيل بالزفه بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليله الدخله دي تقضيها معايا انا؟ حصل. ايه اللي جد؟ ما جدش، سيبيني والنبي اخرج بس. تعالى هنا اهو. ايه؟ قدامي على السرير. فين؟ اطلع على السرير. حاضر يا بنت ادري. حاضر. نعم اهو. وطي اللندا يا عمدي. ليه؟ هي غارت؟ وطي اللندا. حاضر يا بنت ادري. ايه العجلبيتك يا عمدي؟ اغسلي الشر يا مقتدر. ايه العجلبية يا عمدي؟ نامي لوحدك يا عيني، العمدة مرضه مني الليلة، ده ما بيستغناش عني ابدا. ومن نجمة تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبة تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار. العروسة قال. والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي في الحياة سليبي. يا حبيبتي حبيبتي الحق. ايه رايك يا بنت في المفاجأة دي؟ حبيبي يا سليبي. الحمد لله اخيرنا فتحية، القدر جمع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. اخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حضرت فتحية انا. قول يا عيني. انا ايه؟ انا جعان قوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحية من جوه. تعال شوف أكل العروسة. الأكل بينادي أكاله. كل الحمد لله، ربنا بيطعم من هنا وبيمسل من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البهم ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ أنا روحت بينك والكنز راح كمان. يا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو، هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز، خلاص بقى الخيرة في ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجي لك اكل واللقمه وانعت واروح واخد بعض متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي، هو ده الكنز. يا بصيبتي يا بصيبتي يا فتحي، نهار كسوت يا فتحي، هتسيبني يا سليبي يا بصيبتي؟ بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيكي عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات، يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه؟ فتحي انا سالت واستعصصت. ها؟ سالت واستعصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض ان احنا متجوزين بعض من سنين او من زمان او يعني من يومين. فاحنا مفيش. انت تحللي دلوقتي يا بت، انت تحللي
وجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني انا دلوقتي عايز يعني انت شايف كده يا سليبي؟ وانا شايفه ده كده ده انا هعمل ده انا هموت. اهرب 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 يا ولد اهرب. على فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النيج منزل على المركز وابوع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده في بيتي وعلى فرشتي؟ استنى استنى. لا صاحي صباح الخير يا حضره العمده. وحياتك عايز اتنين لبن ده حليب ومعاهم بقسمتين وخياره. خياره؟ ايوه داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سليبي. صباح الخير يا تروحه. حياتك بقى زودت الاوردر عشان قدر صاحي تعب المره تفطر معانا. انا عارف انه ده راست اوردر اهو. اطلب بقى انت عايزه ايه؟ انا نفسي في ما هو قال لي يا اختي وهو طلب مني شايبه حليب وبقسمتين وخياره انما القته عليا انا داني حصرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. ايه انت هتعمل ايه؟ اثبت محلك. انت بتتكلم مع مراتي. مراتي وانت واخدها مني غصبانيه ومن ساعه ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح الخير بركه يا عريس. صباح الخير بركه يا عمدي. اصحى يا عمدي. يبقى انا جاي لك انت اخرى هو تستنى عليا شويه. كبارات البلد جايين يباركوا لك بنفسهم يا كبيرني. انا من رايي ان انت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها وتقول لهم متشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عار في عار. كفاية كده يا سليبي. الراجل ده برضه في بقابة ابويا. شايف انا نام قصيدة البت دي والله بسون العيش والملح. والله بحبك يا سليبي. وانا يا بنتي انا موت في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبوا بوتا بقى. بوتا يا سيدي. هذا الموقف بيسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى مش كفايه عسل بقى ايه؟ انا رايح وراجع ما تتحركش. انا خرجت فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تهرب ليه؟ لا لازم اهرب دلوقتي انا مش فاضي. انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك
وحنحرضيك ونسويه وحرضيك والله، بس اصبر علي بس راجع لنا. وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. عملنا حنوضة على صدري. انا افضل نستنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا زلمبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا زلمبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شاهد التربه ده والجلبية. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه يا عريس. صباحيا مباركه يا عمده. لك افشه افشه جن، لك افشه جن، استني هنكيف على وشي يا سيدي كده. حلو قوي بس بسرعه. اللي جابك الحته دي هنا؟ مش عارف انت جاي بيه. بسرعه يا سليم زي ما اتفقنا. متفقين على ايه؟ انا عارف اتفقنا على ايه، بس يلا تعالى اركب وخلاص. حاضر حاضر يلا. انا بهلك على ملك يا سليم. طب بتخبي وشك يا سليم؟ بخبي وشي ليه؟ ده احنا بنهرب. يا لهو بالي يا فضحتك يا عمدي. يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا حضرة العمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك يا عمدي، يا فضحتك اللي هتبقى على كل لسان يا عمدي. ايه يا دي احمر انت بتتكلم في ايه؟ ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي. يا نهار مش فايت. The kick decided the game. ده مين اللي بيلعب ده؟ ده برشلونة. لا ما بحبش برشلونة، أنا عايزة إمبي. حاضر حاضر بعد الجيم ده. يلا دوسي إكس. هتدوسي إكس؟ آه. فين الإكس؟ إكس بس مش إكس، اسمه إكس. فين الإكس؟ أهو. أهو. عشان إيه بقى؟ آه بيباصي بيباصي. ممراسي؟ أه؟ إيه ممراسي؟ بيباصي يعني بيعمل كده. من راسي لا ما يقصدش، هو بيوقعهم وهم بيوقفوا. ما يقصدش يا قطاط. يلا انا الخناق. الحكم خلاص صفر. بيوقع لعيبه. اه خلاص قال لك جيم اوفر خلص. ما تيجي نرقص. شتحت الحدوته يا قطاط؟ ما انا راكد حدوته بس تعال نرقص. يلا ماشي. يلا اللي تحت ويا اللي فوق. ايه ده؟ لا اللي تحت. ايه ده؟ هتجيب المطرب هنا؟ تامر حسني؟ هكلم تامر حسني ليه؟ هشغل مزيكا. حمجي؟ 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 لا محمد حمجي؟ يلا يلا يلا. انا ده حد معامل. ايه؟ في حد؟ في حد يا اختي؟ انت شايفه؟ انا بالصدفه. انت صدفه؟ لا. يعني الحد الفهم؟ في كده. ونعمل نفسنا ان احنا موجودين في البيت بقالنا كتير. ماشي ماشي بس براحة. انت شايفه جده في حته؟ مين؟ شايفه جده؟ اجري بس اجري. طيب طيب اجري بالراحه بس. يا لمير اجري. يا لمير ويش؟ ما تزال انتوا فين؟ يا لمير يلا هاني اهو اسكتي اجري بس اسكتي بقى. وده ايه؟ حاجه غريبه جدا. انا بطلبك انت قافله تليفونك ليه؟ ايه يا جدو؟ احنا كنا في الجنينه بنشم هوا وبنلعب. يعني ما خرجتوش؟ ايه ده؟ وانا كان ممكن نخرج؟ والنبي ما قلتليش ليه كده يا لموسه؟ كنا رحنا جامعة الدول العربية وكان كشري عند فرغلي وسيبنا نفسي عند عصير القصب. سكر سكر يا تحت سكر. انا ما فيش حاجة كنت بطمن عليكم يعني. لا احنا كويسين جدا يا جدو. طب انا كنت عايز اتكلم معاك شوية. ماشي. طب هو بدا بقى عشان خاطر انتوا دي في فريندز. ماشي ماشي هاتي. ما انت انا بنزل في ايه؟ اهي اهو. ايوه برافو. ما انا حبيبتي انا هزودلك بعد انا موسى. ماشي كده راح تاخد موسى. ماشي بس
مش عايزني اجيب لك شاي المكتب؟ لا بتزعم ولا خلاص ما انت بتزعم؟ الله ناس خلاص تزعم على خير يا ميزو الهي دغور اسمعي انا مش عايز احرمك طبعا ان انت تقعدي مع عطاطا لكن بيني وبينك انا خايف لان لسانها زفر انا خايف لا طرقتي منها كام لفظة ولك انت بقى مصيبة ايه ده لا طبعا دي رقيقة جدا ونضيفة قوي من جوه يا شيخة ايوة يومي دومي يومي 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 اسعب غنانا والنبي ترارارارارا اسعب مجنومة والنبي ايه قطاطا اللي عملتيه في قطي ده محسن يدومي هدومك طب احنا عندنا غسالة طب افرد النور قطع جوزك يعمل ايه ينزل وسخ وسط النسوان ويطريقها دي ويقول الستي دي معفنة الستي دي مش مهتمية بجوزها يا قطاطا مش متجوزة يا بنت انت اللي تركزي لازم تتعلمي متجوزة او مش متجوزة بصي لازم تتعلمي تعالي تعالي اجي تعالي يا عادي يا بنت ايه اقعد امسك الحتة دي امسك انا معلمك حاجة جوزك هيحبك عليها امراسي بقى كده انت تغسلي فرنبة نملة انزلي اغسلي بايديك كده كده هتعافني نملة هتعافني كده هتعافني يا بنتي كده بخش كده خلاص اهو مراتي جامد ايوه جميل قوي يا سوري يا نهار اسود ايوه مراتي كده ايه المصيبة دي في ايه؟ مراتي كده حلوة قوي في ايه؟ انت من البيت انت بتعلميها ايه؟ انت يا بنت انت بعدين ايه؟ بعدين هتبقى ست بيت ست بيت؟ ايوه جواز ايه ونيلة ايه؟ وده ما تتجوز ما يبقى عندها شغالات يا سلام طب افرض بقى حصل ان انت جوزتها لحتة واحد محنك معهوش النهارده ايه؟ ايه؟ قومي بره قومي كلميني بره ايه يا جدو في ايه ما براحة شوية مالك؟ قومي قومي يا ست قطاطة ايوه كده من القلب اهو انا عارفة العرض من جنفناتا راحة اهو هو راح فين؟ طلع بره يلا طلع بره؟ لو غبت عن خمس ساعات ماشي لو غبت عن خمس ساعات في قلب المكتب عنده بيتقال حقيقي يا طاطا تعالي بقى ماشي يا ابني جاي اقول بقى اللي مش عارف هو فين وبعدين اجي فين انت عايز ايه تعالي اقعد عايز اتكلم معاك انا مش عارف بس يعني ايه أيوة عادي يا أختي عادي أهو أيوة هل أنا منك مش عارفة إيه؟ نعم أنت إيه اللي بتقوليه ده؟ أنا بقول إيه؟ أخذ اتجوزت واحد بكحيان وتضمن وطير السلك تعمل إيه؟ أنا اللي هو عباس هخلي حفيدتي تتجوز واحد كحيان ولا عدمان؟ لا أختي وأدي حد ده من عمره ما يمكن وانت قاعد دلوقتي وفرمك ترماي وانت قاعد هتقدر تتكلم؟ ايه؟ ولا حدايه معديه راح تخسرك كده وخلاص خلصت الحكايه، ما بقاش في عباس النهري ولا غيره، تعمل ايه؟ انت بتفول عليا يا وليه ليه ربنا ياخدك؟ يا راجل ولا بحول ولا بتبين ولا بحول يا عباس بيه يا عباس بيه فهم شويه البيت لازم تشوف وتعرف وتحب وتتحب ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه؟ حب ايه وتتحب ايه؟ البنت لسه صغيره. صغيره ده ايه يا عمر؟ ده ليه صغيره؟ انت عارف وانا في سنها كده كنت عامله ايه؟ كنت ماشي مع نص عساكر الانجليز في مصر. ده حفيدتي وانا مربيها تربيه صح. ما اخويا بقى ولا مربيها ولا منزلها ولا بتاع بقى انت مش عارف مفيش حد عارف يكلمك بعد بالبيت ولا ايه؟ ايه يا عباس؟ مالك؟ ما تفوق كده شويه. صحصح كده شويه يا عباس انت جيت في مره كده لوحدك كده رحت جايب لها صباع رز جبت لها صباع رز مره كده انت فاكر جيت في مره رحت جايب لها مسكره جيت حسيتها في مره كده في مره من مرات كده ان هي بنت وكبرت وبقت عروسه وبقت حلوه وطلبها الاكل وتقعد بقى تتشرط وتحط رجل على رجل وتقول لي انا مش عايز العريس ده لا انا عايز العريس ده فين الحاجات دي انت جد انت تسيبش على كده انا ما بحبش اسمع الكلام ده تحكي حواديت وخلاص خلاص يا اخويا ما انا بتاع انت بقى لك مش هيفهم معاك اي حاجه خالص كده ما انت راجل ما تتعاشرش طلعني انا مش سايقاك
قاعدة على الطبل يا لي 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 هو ماسك والله عندك ولا الشفا يا لي قاعدة على الطبل يا لي قاعدة على الطبل يا لي قاعدة على الطبل يا لي لما فطرني جبنا الرومي يا معشيني جبنا الرومي كل شوية تقول لي قومي طب قولوا لي اعمل بيه ايه قاعدة على الطبل يا لي قاعدة على الطبل يا لي قاعدة على الطبل يا لي هو قاعد على قول لما انتي عسل شربات بتخش القلب كده يا اخي وانتي والنبي عرفتي على طول بتخش برضه القلب وكمان جمال وانوثه تحبي بنزمبلي تحبي باديكير مانيكير ادعك في كعب رجليكي اعمل لك مساج انا بحبك قوي يا انوثه والنبي عرفتي يا محسوره انا بحبك قد الكابينيه اجيب لك تاكلي لا لا مش نفسي هتاكل هات حاضر يلا يا بنتي نحمد وهات الاكل لا يا معلم هو انت على طول ما عاد الراجل ده معاك في الزنزانة يا اختي باخد فيها ثواب خدي كل لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني لو ما كنتش انت تمتعني مين هيمتعني ليه البنت دي صوتها حلو قوي ممكن تعمل شريط قوي او لولب يا اختي شربات كلي يا اختي كلي ده انا هاكل بعدين بقى عشان خاطر انا ريتي دلوقتي مزوده لا 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 كلي يا اختي دلوقتي وشك اصفر عامله زي الواحده لما تبقى نفسها بعد الولاده كلي كلي يا اختي كلي الاكل هيبرد بس كمان شويه عشان خاطر انا هيبرد الاكل كلي لازم يا ستي كلي يا اختي كلي يا اختي كلي يا ستي طعميه لا فضلت خيرك كفته والنبي كفته داني داني اصلوتي اصلوتي هل رأيك حلوة مش كده كلي يا اختي حلوة قوي كلي كلي ليش ايه رايك في الباروكه دي حلوه رايق سمير مالك انا عايز حق في عمليه قطاط على داير مليم وبات الكلام رايق صالح ما تفتح حاضر حاضر اسعد البيت حاضر هيا عم صالح ازيك يا سمير؟ ازيك يا ليلى؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا حبيبتي. الله يا بابي دي باروكة ممكن العب بيها شوية؟ لا يا حبيبتي دي بتاعت الشغل. بابي حبيبي جايب لك حتة هدية تعالي معايا اوريها لك. يلا انبسطي بقى. مالك يا سمير؟ في حاجة بينك وبين شعبان؟ لا مفيش. ما تخبيش عليا. في حاجة يا صالح؟ اسمها ليلى جوزك لاف على حته جديده بس شكلها قلبت غرام وهيام ازاي بعدين هقولك امتى قريب هقولك ما تقلقيش العزل ريس طمنا عليها يا دكتور لو سمحت هتقولي نبيس ان شاء الله لو عدى 24 ساعة على خير نبقى عدينا مرحلة الخطر 24 ساعة؟ يا سيدي اللي عدى 179 سنة اللي فاتوا يعني عدوا ال 24 ساعة دي بعد إذن حضرتك لميس لميس ايه بس اللي انت بتفكري فيها دلوقتي احنا في ايه ولا في ايه؟ سرقتوا مني ايه الكلية ولا تحاضر؟ تبادر ولا خط من بر؟ من بر؟ انتوا خدتوا مني ايه عملتوا عملية فتحتوا فين؟
انت فتحت فرد بقى عشان تسرعوا مني جدا. وانا دكتور انا مالي عم تسرعوا. مش انت ذكرت الاعضاء؟ نعم. انت بتذكر فتحات الاعضاء؟ اعضاء مين؟ اللي انت معلمهولي ده. ده الجلوكوز. جلوكوز؟ لا انا مش عايز جلوكوز. انا عايز اثيوبيا. صوبية ايه؟ بس ما انا عايز اثيوبيا. عايز اثيوبيا؟ او خمر هندي. مين؟ خمر هندي. خمر جندي مين؟ وانت اللي حاطط عندك بدل يا عمر فريد لميس. يا عمر؟ ايوه فريد لميس. لميس انا كلمتها وجيالي. لميس. الله. انا عايز لميس. هو انا مت ولا ايه؟ مت فين ما انت بتنيله قاعده اهو زي القرن. اصحي كلميني. ايوه اوعى 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 ما تجيش جنبي خالص. فريد لميس. الله. نموت يا حبيبتي يا عزازه نموت. عامل ايه يا حبيبتي؟ وحشيني قوي. انت كمان وحشيني. جملي حاطين الابره في دماغي. سلامتك. حاطين الابره. مش انا ده الدكتور. سلامتك يا قطاطا يا حبيبتي. عامل ايه؟ الحمد لله. ويسر. ايوه انا ما اقدرش اتاخر على قطاطا يا جد. حبيبتي امايكني. ايوه يا بطي. خلاص خلاص العبوا مع بعض. انا مستنيكي في المكتب. ماشي. مع السلامه يا بيسو. بيسو. كيف عملوا فيا ايه في السجن؟ خضتيني عليك. عملوا فيك ايه في السجن؟ حطولي سم. سم؟ ايوه سم في الاكل. حبيبتي يا قطوطه بعد الشر عليك. انت لو جوالك حاجه مين هيحكي لي حواديت؟ انا حبيبتي انا احكي لك تاني اجيلك وانا عفريته حتى. الرشوه اهي. ايه ده؟ ايه؟ ايه دي بطاطس؟ لا شوكولاته. بطاطس ايه؟ شوكولاته؟ ايوه. شوكولاته شوكولاته؟ اه. والنبي؟ ايوه. حلوه قوي. حبيبتي. منك هديك كبيره. ويدلعك ويدلعك ويعطاك وياخذي حلم يهودي يمطك ياخذي حلم يهودي يمطك امد 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 خلاص دلعتيني وهنمتيني. بقى ايه اللي حصل؟ هتبقى هيكون ايه يعني غير الحدوته؟ يلا حدوته؟ بدي ايه؟ الليمبي. الليمبي حبيبي اهو جاي لك اهو وزي ما قال كلكوس لحنيه بتاعت فتحيه. انا اطلع لهارس ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانه. دبانه؟ دبانه في كتفي هيسرقوها ولا ايه؟ دبانه ايه يا سليبي؟ الديانه الديانه بتربصين له في كل حته. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده من جنبه ده. ايوه هتطلع في بير في شباك. ايوه في بنت في شبال في فوق في تحت في بطلة في البين في شبال في فوق. يلا 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 في تحت. يلا فتحي. يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنانا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمد يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمده. الصبر حلو وكل وقت وله اداء. والليمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعا كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لعراق يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت عارف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ ده أنا اللمبي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانه والرجوله والادب. اللمبي من السيده زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وبين بعضنا. ماشي؟ سلام يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ اه 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 ا
والنبي يا عم انا مش مصدق ده والله. يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمره. طب يركب طعم جوازات. وحياة امك لاجيب اسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بسلامي لدبح جدي ووزعه على البلد كليتي. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ابتدى يفوق اهو. الكنز 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 سليبي. اللهم صل على النبي. انتوا ولا انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام. ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايز انا مش من المنطقه تضربوني؟ لا يا سليم. انا تغلب معاك نوريك انت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليبي؟ ولا فاكر يا فتحيه، ولا فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم. حمد لله على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد بعيد. الشارع عليك يا فتحيه. صدقي اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا وفي فتح عينيا كده وودن يعني بينه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم. لا يخد بالك بزي يا عم. استنى انت مش عارف التنين اصلا. انت ما فيش اي تمييز؟ ما فيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا. وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا. وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوه كبلوا كلامكم بره. سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي. حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغت. اللهم فتش. ايوه تمام كده. واكيد العمده هو اللي عمل المهرس ده يا رجاله. ده فاكر ده شكله اللي ضربني اني. ايوه دماغك كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسه الكلب ما هعتقك. وإن كان العمى ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز أني هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة؟ اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. وأني هعمل إيه بالعقل؟ أني عايز الكنز. أيوه كده صح يا عمدة الكنز. وإنت مال أمك؟ حد طلب منك رأي؟ اخرس إنت هلا وحط بلغة في بقك. إحنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما. يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمدة الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين. الدين براء من هذا الظلم. ظلم الانسان لاخيه الانسان. حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص
احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل، هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خاف تخاف يا نغه، افتح الباب يا خيخه. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه، فهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص، الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني أهلي إيه دي؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف، ولما انت أعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على إني أعمى؟ أنا صحيح أعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصير. اصفخص عليك عمدة معفن، عمدة هزو. انت واهلك اللي هزو وعيلة وطيه. ولا علوان طخ الواد ده عيارين قاعدين الرماية ليه؟ البندقية ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مرة قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ لا تجدهي يا في امك. يمين بالله ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاثة يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريته للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان احس بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا في الشغل لي. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. اخصي عليك وتفيد. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكرة دي. الحمد لله على سلامة يا سعيد. سلام عليك. ألف سلام عليك. ألف سلام عليك. أنا خفيت. خلاص. بطيلة يا أختي أنت وهي. يلا وعوني عرض كتافكو. يلا. ماشي يا فتحي. مع السلامة يا أختي. يلا يا أختي. يا هلا. وأكبر. والنبي يابا علقيني على براد الشاي عشان اعمل كوبايه الشاي لسيليب. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لايه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروحي اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شويه. ماشي. عيلة عيلة متفهمة. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بصي في عينيك بحس ان في مصيص من الامل جاي. في سفينة ميه كفايه ميه كفايه ميه فتحية. لازم ننزل الحراره. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمان نزل وغير دلوقتي وبيقول انقذوني. خلاص يا سيليف ببلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم نفسك يا سيليف. ماشي خلاص قربي شويه كمان.
حلو كده؟ يا ريت بالراحة. العين دي قطع عامل نفسه نايم وكأنه جاله غبوبة السكر وقمه بتجيب شان المزارع كنيا وبنت قفزة على رجله. بتكسف دي جاسي دي بي. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي خليك معانا عم الحج وانت نايم كده. ها بص بقى، انا فكرت في الفترة اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايم؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه طب انا يعني هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بيننا وبين بعض. ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر، قعدت من جنبي وبيجري. ما انا في حزه الطابور اهو يا حضره العمده، بس انت اللي محمل علي. وانت يا سلغندور، انت يا اخوي اصلب طولك شويه. ما هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمده. ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجره الميته. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا بطل ولوله زي النسوان يا واد عيب. اخرس بقى، هاني عايز مصلحتك. الله اقف، ارفع راسك لفوق واياك تخاف الموت. طب ما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي وارفع راسك لفوق وتبقى مثل يحتذى به. ايه؟ طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري ابوكوا العمده. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمده. اي والله ده مصبرنا على الموت. بس خصمك النبي يا شيخ، وصيتي ليك عيالي، مرتي وعيالي امانه في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد، بنسوان وعيال البلد كلها امانه في رقبتي. هو ده اللي قدرك عليه ربنا يا عمدي؟ يا دي عبيط افهم، الانجليز دول لازم نسبك عليهم الدور. اعزلنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الانجليز واللي بيوالسوهم يا عمدي. الله في سماه لولاكش داخل على موته اني كنت موتتك بايدي وخناقتك. وادي علوان، شوف الزفت الكلب ده. ما تقف عدل يا جدع انت وخلي عندك نخوه. احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان، لا بالراحه عليه، ده راجل ده حبيبنا وبيننا وبينه عيش وملح.
قلبك كبير يا حضرة العمدة وصدرك كله حنية. أعمل إيه يا سخنة؟ ما هم كلهم ولادي. بشراكم بشراكم أهل دنشواي، أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هنه وفرح وسرور، وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البيات الليلة دي حتكون مع حور العين، دي مكتوبة لكم مع إن انتوا ما تستحقوهاش، لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. مساء الخير. المطرود ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله عشان كده بقى. ايوه. ايه استنى عندنا زغاريت بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما بينتوا شعب، بصوا انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى، ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لانه لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب اللو كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هتسيب امك النهارده ما تقول لي. ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه وعملوه وحبكوها جامد. يا ايوه. ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ يوسف جايين فين؟ انت عبيط يا جدع انت؟ يا اخي هنتشنق الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار قاموا هيشنقوني. عارف الطابور ده كلاته هيموتوا مشنوقين. يا عيني وانت معانا. لا والله خمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا خماره يا كلبه. لا اصحى بقى، مش الذنب اللي يتقالوا خماره. خمارة ده أدهلك عشان خاطر واجب الضيافة، إنما الكلبة دي أنا ممكن أروح ناخد مضابة. المفتاح والباب والخمارة والإنجليز. بس عرفت أنا نزلت فين، بس خلي بالك أنتوا مش هتقعدوا كتير، ها؟ اتعمل عليكم ثلاث أفلام، الذكورية وبين الإسران والمهلبية. لحظة واحدة. امسكتوا الخمارة دي لازم تتشرق. يا عم حمارة مين بقى؟ اصحى يا عبد الحاج، اصحى للنادى يا بلدنا السيادة. انا بص دي بص اوعى ما فيش اوعى يا دي لازم تموت اول واحدة. اصحى للنادى سحوبة خش بقى. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي بصيت اتفرجوا يا رجالة. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمسح على خطاه ونقلبه كل اللي بيعمله كمان. Come on!
عمده. ايه ده؟ الواد ده اكيد مجنون. هو حد يستجري يتطاول على سيادنا الانجليز غير المجانين؟ بس الواد ده يعني خايف لو يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عمده طلع زعيم بحق وحقيقي، هاني اقول لك احنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والانجليز اكيد مش هيسكتوا. نقف احنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمده الحكيم. امال ايه يا ولد؟ هو عمدتنا دي اي عمده؟ ده عمده مطرح ما ترش يدقلي. وانا هدقلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا. يلا سكة كده عشان انت معجبة بيا، يعني حسيت انك معجبة بيا، فانا شايف ان العلاقة دي شوية اوفر شوية، سنة سخنطاطة كده اوفر يعني. ايوه هو بيش بيقولوا ان في غراب بين اول لبحي. يا سيري في ايه؟ غراب بين اول لبحي. لبحي؟ ايوه. يلا قصدك من اول لبخه. انا يعني الرزله اللي ورا دي. بس يا بيت بقولك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقولك ان انت عسل مكرر. يعني خيوب علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من دلوقتي. والله القلب بقى هنا دلوقتي. بين ساعة بشافك حدف يا بيب. يبين؟ ده ايه السحرات التلاتة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية؟ لا اوعي تقول على نفسك خدامة، لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا.
وانت من الاحراز يا اتوح. انا عارفه اسمك. والنبي؟ ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي. لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي. يعني انا حد ما بيقول لي سليبي. يعني ها؟ اوبا ليه؟ اوبا ليه؟ والنبي عسل. لا انا اسمي الليمبي. لا بقدرش، لازم اقول لك سليبي. بقدرش اقول لك لبي. سليبي. عشان انت مهذبه. ايه؟ فتقول سليبي بدل لبي. ايوه كده. طب ما تيجي ده بص عاملين ازاي، ده غلس قوي. ايوه بس يا بنتي تقولي ده غلس قوي. ايه؟ يا عم مفيش هنا اي كفه شوب. كفه شوب؟ او انزا رن. في كوسه شب او في انزا رن؟ تقصد درو؟ درو؟ ليه وانا عليا احكام ولا ايه؟ بس ماشي درو درو يعني. وراه يا الله. والتبديل يا سليبي. سليبي؟ من التوحيد والنور. والنبي عندك حق، عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي هو فين طفل التوحيد والنور دي؟ في مصر. مصر؟ ايوه. بصر بالدنيا. بصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة؟ هريسة؟ ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون نوكر زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عباله تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فيه ليه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب لحد. الكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده. ايوه. وبديه اردب قبح وبديه بطين. ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلوة طحينية. بليم؟ ايوه بليم وجاب بيه حلوة طحينية؟ ايوه. ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه. امال ايه؟ واخد الكنز حجي قال ايه؟ لبى يظهر الكنز هيسدد واخد بغلبه فيه نزلوا فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ ايوه. ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عادي كان عشان خاطر يتعني. ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بينه. تلاقيه بديوم مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه. 50؟ واضح ان الباب المره دي رمامي عند محمد ابو سويلم. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا 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 بلاش سليبي دي بقى. يعني ارفع الكلفت. ها ارفع الكلفت بيني وبينك كده وشيل السين وخلي لبي بس عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش. ما اقدرش. انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز. خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. داني شغالة هنا. كان صحي حكاية الكنز يا ولاد؟ ايه يا بت بكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها ونروح نجيب الكنز وناخده انا وانت بقى. بين الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي. عيش يا بت هنغنغك. بصي هلبسك اللؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بقى. بس انت يلا خديني هناك. استبانة. خلاص. هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تقيل. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي
شكل كده يعني من واحدة عرف اسمها بسبوسة وواحدة تانية اسمها هند. وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت. دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا دول مش اخوات ده يعني حاجة هبقول لك انا عليها في القريب اللي هنستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. انا قول لي يا سليبي. ايوه. هو انت بتدعوش؟ بنورنيش ايه؟ درويش. درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سليبي، لبسك كده غريب، الجلابية والعبابة والجذبة. أنا أصل ده موضوع أنا هيطول شرحه، فأنا إيه عايز بس أنا معلش. ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. إيه؟ أنا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ أيوه. متفهم إيه بقابك ده يا فتحية؟ على فكرة أنت لازم تعملي الحنية هتخلصي. لازم يحصل فتحة في أي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع ده. تكسبتيش يا سليبي يا بنت، انت تكرهتني في السلبات. عاش زعمي. الناس دول عاش زعمي. الناس بترحب بك يا سليبي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم. يا أيها الزعيم، لقد حررتنا وأكرمتني. صلاح الدين بعث من جديد. صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين. والزعيم حررنا من الإنجليز. العين لا ترى سواك. والقلب لا يعشق إلاك. وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك. أيوه دخلك. بس انا حصلنا عندي مشوار كده يعني، وفي بقين عايز انطرهم كده مع القطه يعني. ابدا والله لازم نحتفل بيك. ايوه زي ما اتفقنا يا رجاله. ايوه احنا هناخد الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمده. ايوه لازم نحتفل بيه. امال ايه؟ يحيى مصر. يحيى مصر. نموت ويحيى الليمبي. نموت ويحيى الليمبي. يا مصريين الاحراز. ايوه المصريين الاحراز. ايوه وخذوا كذ ولدنا من بطنات امهاتنا احرازا. ايوه من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور. والسبعه دي هي اللي احنا عايزينها لانهم خلوهم ضيق. هم دول اللي ينفعوا في الثوره. ايوه صحيح. مش كده ولا ايه؟ لازم نتكلم في حاجه زي كده. ونتكلم في المرتبات بتاعتنا. احسنت. ما نسكتش على 15 قرش بس. ابدا. لازم يبقى مش اقل من 35 لتر. ايوه طبعا. حاجه مش المفروض كده. امال ايه؟ انظروا للحنفيه. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش ترعة؟ مفيش ترعة؟ ناشفة؟ الترعة جفت؟ يعني أنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت. طبعاً. واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح. يعني يلع الترعة. ايوه حول على المالح. يلع الترعة 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 حول على المالح. بقي بيوجعني. ليه؟ لسه بيوجعني. بقي بيوجعني من مشي امبارح. يلع الترعة حول على المالح. رجلي بتوجعني. بقي بيوجعني. لموسى يا ريت يا لموسى انت فين؟ تعال لموسى عندي من هنا. يا ريت لموسى يا دبيس. النب من الأربعة دي مترسيبه ده. أنا